فيلر الحارس الثاني سوري رومر فايلن فيلر الكابتن الثاني للفريق بعد هو اقدم لاعب بعد كيل بعد كيل 2001 هذا 2002 بالضبط هو كيل الكابتن الاول وهو يعتبر الكابتن الثاني لما يبقى كيل مش موجود هو اللي شايل شارت الكابتن فالمفروض ان انت ما تبقاش يعني لازم انت الانظار عليك وبعدين حارس منتخب وحارس كبير وعنده الخبره ومخضرم فالمفروض ان انت تمتص